عقدت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري جلسة حوار تفاعلية مع أعضاء بارزين في الاتحاد والبرلمان الأوروبي وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي منظمات متخصصة في مجال المساواة والتوازن بين الجنسين تحت عنوان المرأة البحرينية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأعربت الأنصاري عن الأمل في أن تسهم مخرجات هذا الحوار التفاعلي رفيع المستوى بفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، خاصة على صعيد تبادل المعلومات والخبرات في كيفية استدامة الجهود المؤسسية المساندة لحضور المرأة كشريك فعلي في التنمية. وأشارت الأنصاري لطبيعة وخصوصية التجربة البحرينية في مجال حقوق المرأة ودورها في تطوير مجتمعها في سياق تنفيذ أجندة عمل التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن مشاركة المرأة تمثل جزءا لا يتجزأ من مسيرة عمل حداثية شهدها المجتمع البحريني منذ أوائل القرن الماضي. وأشارت إلى أن هذا الحوار رفيع المستوى يتزامن مع عدد من التطورات الوطنية في مملكة البحرين. وأضافت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين استطاعت أن تغلق تماما الفجوة بين الجنسين في مؤشرات نوعية مثل الالتحاق بالتعليم في كافة مراحله، وأن تتصدر أعلى القائمة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محور المشاركة الاقتصادية والفرص. وأشارت الأنصاري إلى ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود بالتعاون مع مؤسسات الدولة وكافة الشركاء لإيجاد ثقافة مؤيدة وداعمة للتوازن بين الجنسين في شتى المجالات. وأعلنت الأنصاري بأنه بناء على مباركة كريمة من لدن العاهل المفدى لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة، فقد تبنى مجلس الوزراء الموقر آليات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة الذي أصبح بمثابة الآلية الرسمية لحوكمة عمليات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. ولفتت الأنصاري إلى أنه في إطار الجهود الرامية إلى نقل تجربة البحرين للمجتمع الدولي وتعميم أفضل الممارسات في مجال تقدم المرأة، تبنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة النسخة الدولية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة. كما قدمت الشيخة دينا الخليفة مدير عام السياسات والتطوير بالمجلس عرضا مفصلا لما تقوم به مملكة البحرين من جهود لمواءمة أهداف التنمية المستدامة مع سياسات وخطط الدولة الموجهة لتحقيق التوازن بين الجنسين وضمان استدامة تقدم المرأة البحرينية. بروكسل طبعا كعاصمة الاتحاد الأوروبي شفنا أنه من المهم جدا أن مملكة البحرين تتكلم عن مدى التقدم الحاصل في وضع المرأة البحرينية وتعريفهم بأهم النتائج التي وصلنا له الآن من منظور مرتبط بأهداف التنمية المستدامة، على اعتبار أن اليوم مملكة البحرين قدمت تقريرها الطوعي الأول فيما يتعلق بكيفية تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة 2030. وطبعا أغلب الأهداف الإنمائية اللي حطها المجتمع الدولي ذات علاقة بالمرأة، فكان من المهم أن اليوم نعرف الأعضاء الاتحاد الأوروبي والبعثات المختلفة من دول العالم وين قدرت البحرين أنه توصل فيما يتعلق بتحقيق تقدم فعلي وواقعي بالنسبة للمرأة البحرينية وبما يتسق مع هذه الأهداف الإنمائية. طبعا هذا واحدة من الأهداف الأساسية لمشاركتنا اليوم، أن بالإضافة إلى نقل الخبرة والتجربة البحرينية أن تكون هناك لقاءات تشاورية لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بأوجه التعاون المستقبلية، وتكون قائمة على أرضية مشتركة أن اليوم البحرين تقدم خبرتها وتستمع إلى بعض الممارسات الناجحة التي قد تكون موجودة في دول الاتحاد الأوروبي. فنعم، زيارتنا اليوم للتشاور ولإيجاد فرص جديدة للتعاون مع منظومة الاتحاد الأوروبي. موضوع المرأة بالنسبة للأوروبيين موضوع حساس جدا، وهو مؤشر، وضع المرأة مؤشر قوي
على موضوع بالنسبة لموضوع حقوق الإنسان وبالنسبة أيضا للتقدم، وهو مؤشر لتقدم البلد. لذلك نحن سعينا لإقامة هذه الفعالية هنا اليوم، ووجدنا تجاوب كبير من العدد من الشخصيات على المستوى البلجيكي وعلى المستوى الأوروبي، سواء كان على المستوى الرسمي أو حتى على مستوى المنظمات الأهلية. المؤتمر مهم جدا وقد أضاف لي الكثير، وهنئ الحكومة البحرينية على ما بذلته من جهود واضحة لإدماج المرأة في المجتمع ودورها في العمل العام وكذلك في القطاع الخاص، إضافة إلى دور المرأة في العمل السياسي. وقد نقشت هذه الجهود في البرلمان الأوروبي، وتحديدا ما يتصل بنجاح البحرين في المساواة بين الرجل والنساء، ليس على قاعدة المنافسة وإنما لأن المرأة أثبتت قدرتها. أعتقد أن اللقاء بالوفد البحريني في بلجيكا لأول مرة أمر مهم، ففعلا قد حققت المرأة البحرينية تطورا في الأداء، وهذه نتيجة سياسة جادة، وهذا يعطينا الثقة بأن مملكة البحرين تتطور وتستمر في تعزيز الحقوق. أعتقد أن التقدم في حقوق المرأة داخل البحرين أمر جيد ومهم جدا، ويمكن للبحرين أن تلعب دورا قياديا في هذا المجال خصوصا في الخليج. حقوق المرأة شأن عالمي، وعلينا العمل سوية لتحقيق هذه الحقوق ضمن المجتمعات سواء في أوروبا وكذلك في الشرق الأوسط وفي كل أنحاء العالم. ما هو ملاحظ أن هذا أفضل نموذج في العالم العربي. نحن نرى المرأة البحرينية كوزيرة وكسفيرة، وملك البحرين مهتم بحقوق المرأة وقد فعل الكثير لأجل هذا الهدف المهم.